من الحكمه يا ابو حزام صحيح يا ابو حزام اللي هم يرعانهم شو ما نعم اللي ما اخذوها تجاره هذا نعم هذا المقصد هذه ابو خالد ابو حزام ما شاء الله عليه بعض الناس لجا عند كبار السن ولا جلس معهم يزيد همهم هم يضيق خلقه نعم يا اخوي لا جيت جلست مع كبار السن اشبه معهم وسولف سوالفهم والله لو تفتح الجوال وتبحث لك عن سالفه ولا قصيده ولا شيء صح واشبه معهم وادخل معهم وسولف ان اخطيت بيعدلونك وان سولفت وسفهوك اول مره تحمل والثانيه والثالثه صدقني بعدها هم بيطلبونك بلس ولا لا يا ابو حسين الا بالله فعلا هذا مبحث هنا وزيدك يا ابو انها مثل ما تفضل اخوي ابو عبد الله أسلم. الكبير السن ترى يستانس وخاصه لما تسال عن ذكرياته الله من زمان اول وين كنتوا مثلا اذا بدوي وين كنتوا تربعون وين كنتوا تصيبون فيه وين تذكره ولا صرت شو اسمه وين كنت تعمل بشبابك ترى يتجدد وتذكر حتى لو تجيه زعلان من كتب ولا شيء ترى ينشرح صدره فمهما تفضل اخوي ابو عبد الله الكبير الله. السن انسى الانسان اللي جيته جيب له سؤال زينه اطلب منه ترى ينشرح صدره حتى لو كان بعض الناس فيه شيبان مكتمين وهذا لكن اسحب سلكه شوي 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 خذه ترى يستانس ابو خالد سم ولا قطع الوالدك فيها اساسيات لازم الشباب يعرفونها نعم كيف تدخل كيف تدخل الحوار معهم اي لا كيف تدخل انت مع الرجال كبير السن في طرق ولا لا يا دكتور صحيح اجي طال عمرك اسلم عليه كيف حالك يا عم طيب يا عم ابى اسالك والله اني غادي ابيك تصحح لي المعلومه انت جيب له المعلومه بس انها خطا يا سلام صدقني هو راح يعدل لك على طول على طاري كلامك يا ابو عبد الله فعلا ابو عبد الله دكتورنا العزيز على فكره البارحه واحد يسال وهم عشان نتاكد المتابعين بدقه كل شيء تفاصيل يقولون اخذ دكتور وش النيابه تاخذ دكتور شد اخوي سعود اي اللي ذكرته انت في قصه اظن ايه لا بعد ما قال اخوه قال اخي وش النيابه لانك ذكرته وانتم صغار موجود ولا موجود سعود راعي بعيرين وراعي غنم ما شاء الله الله يسعدك ما شاء الله لا مثل شو طال كبير السن برضه قلت راح النساء الكبار العجايز انا احب اجلس معهم يبون برضه ترى من يذكرهم ويسولفهم وبعضهم تجيب قصص ما شاء الله وقصيد انا يا ابو خالد احب اجلس معهم وحتى دائما لو جيت المجلس فيه شباب ما اطول فيه ونعم بالشباب بس احب اجلس معك برس لا تاخذ حكمه حكمه معلومه مره وتاريخ الله اكبر لكن ابو عبد الله امس ذكر قال وهو يسولف قالوا احنا صغار يقول كان الصغير ما له وجود في ذلك الحين صحيح ها يعني كان مجتمع البيئه يعني تفرض عليهم الادب او ادب قوي ادب حول القمع صحيح. ها ادب سايد على ما قال الرجال ها يعني ولا ينبس ببنت شفا اي مره ما يهرج ابد مره قاعد هناك ويا ويلك اي صحيح اظلمها تربيه صارمه يعني والمجتمع كله قاسي اي ظروف اللي مر بها المجتمع يعني يختلف عن الان الواحد الاب الاسره مبحبح ومبسوط واكل نظيف وبيت نظيف ومركب نظيف واصحاب واحباب انا اول اب مسكين تلقاه بس يبحث عن العيش ولا يجده مشغول يكد النهار والليل وليست فيه وسائل زي الان لما نبغى يروح للسوق ياخذ له يوم ما جاء من السوق الحين نبغى السوق 5 ثواني البقالات بجنبك يجيك السوق حد السوق يجيك ما تروح السوق يجيك فالمجتمع كله كان يعني البيئة اللي هو عايش فيها الإنسان تختلف يعني أنت الآن لما تطلع مثل اليوم مثلا الجو اليوم حلو وكذا يعني أكيد فيه انشراح وفيه كذا وكذا لكن لو تهب شوي وتغبر الجو وكذا وتطلع ما عز الله عشان خاطرك إيه فالبيئة هو الوقت له فكان الشباب أو الأطفال في ذلك الوقت ما لهم أمر يعني أمر جب هات روح ود بس كذا ما في غير كذا ما في تدري بدلوك بسالفة تضحك تحسي سبحان الله تعلق مثلا تحسي براءة أطفال أي. ما فيه حتى براءة أطفال ممنوع براءة الأطفال رجال على طول إيه. من يبز رجال يعني ولدت رجالا نعم بل إن بعضهم صح إذا بغاك تجيب حاجة يقعد يقول لك حركات
وين انا عقلي يا جماعه حرام؟ وش عرفني بالحركات؟ يشر اي ولا راح والرجاجيل عجنك ليش ما فهمت؟ ويمكن اداءه بعد ضعيف بالحركات. يقول لك مثلا احيانا النجر يقول لك كذا مثلا يعني كمثال أنا بعدين يقول انه يقول اني ابي هيل راح اجيب هيل. شو دري انك تبي هيل؟ ما يبيك هذا واحد طال عمره قبل واحد خليه بعد اذكار معنا الاذكار لا ابدا خليه اذا طلعنا الله يسعدك جاهز يلا تفضل يا تفضل اعوذ بالله السميع